له جلسة بعنوان أبواب الفكر وصناعة الأمل الدكتور خالد غطاس، فليتفضل مشكوراً. صباح الخير، السلام عليكم، كيف الحال؟ I have been asked to do something. طلب مني فعل شيء. حاولت أن أبسطها. خليكم تعملوا شيء صعب. فجربت صغر لحتى صار المطلوب منكم تقولوا كلمة. هن اللي طلبوها and they need it for the for this amazing I would say congress. I just want to ask. أود أن أطلب منكم جميعاً إذا كنتم تسمعوني. وأريدكم أن تقولوا نعم. ماشي. We'll do it all together. نفعل ذلك معاً. Okay. It's important to spread the message. مهمة جداً ننشر الوعي حول هذا المؤتمر. Do you hear me? هل تسمعوني؟ نعم. لا. You don't seem like you hear me. Again. ليبدو أنكم لا تسمعوني جيداً. Do you hear me? نيحة. يلا تكل على. أول شيء فعلا أنا جدا جدا فخور لحضوري بيناتكم، وكل مرة يعني أدعى لأنه أعطي سواء يعني لكتشر أو توك، عادة people expect something from me وأنا بيجي بشيء تاني. والله it's not intentional, it's just how I see the world. فمطلوب أحكي مني أحكي اليوم عن الفكر والأمل وهيك، بس let me do it my way. حبلش هيك بقصيدة أو محاولة قصيدة، بليز أنا العربيتي كتير كتير ضعيفة وهي محاولة، وبحكي ساعة عربي ساعة إنجليزي، فبليز سامحوني. شو بتقول القصيدة؟ I'm talking why the other way. بتقول أو محاولة قصيدة أو call it what you want. بتقول كم سألنا وسئلنا ما يكون تعريف الحياة؟ إنه شو هي الحياة؟ قلنا هي حب، شغف، إيمان، حلم وغيرها من المرادفات. يعني عطول منجرب نعرف الأشياء بالأشياء اللي بتشبهها. وغاب عنا أن خير الإدراك لما تعرف الأضداد بالأضداد. يعني لنفهم الأشياء أسهل نفهمها من الضد. فلا يدرك عدل إلا بعد ظلم، ولا يدرك نور إلا في ظلمات. وما فهم الحرية قط كالعبيد، وما فهم طيب المنام بحق كالسهاد. كذلك يعرف النقيض نقيده، لعلها تعرف الحياة بالممات. Thank you. فعشان هيك بدل ما بدي أحكي وبلش عن الأمل وصناعة الأشياء الحلوة، let me walk you through what breaks a system. شو اللي بخلي أي منظومة تفشل، توقف؟ ولما نفهم هذا الشيء بصير أسهل بكتير تخليها تمشي. أنا يعني شكراً على التعريف. أنا مش عالم نفس، أنا بيولوجيست. يعني أنا PhD cell and molecular biology breast cancer metastasis specifically. في بالجسم، عم نحكي على كيف المنظومة بتفشل، في بالجسم process اسمه homeostasis. هذا بيعرف شو يعني؟ هوميوستاسيس يعني قد ايه درجة حرارة الدم بالجسم؟ قد ايه؟ شاوت اوت 37. إذا كنت بالنورث بول ولا كنت برا، it's going to be 37 لأنه في هوميوستاسيس. نفس الشيء الجلوكوز ليفل بالجسم بده يدل بعد الأكل وأنا وصايم نوعا ما بيشبه بعضه، صح؟ الجسم شو بيعمل؟ For insulin specifically. لما ناكل أميل، blood glucose بيعلى بالجسم. فبصير في sensation أو sensory من البنكرياس بيقول إنه هلأ سكر بالدم مرتفع. فبليز secrete insulin. فالبنكرياس بظهر insulin ليعدل blood glucose level. صح؟ عال. لما يتعدل البلد جلوكوز ليفل، وهيدي هي المسج الوحيده اللي بدي اظهر منها من هيدا التوك القصير، بصير في سيجنال ثانيه
بتقول له للبنكرياس شو؟ ستوب ستوب، لأنه إذا بتدلك مكمل وعم تفرز إنسولين the system will be broken. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. We went too far. الفيدباك تبع الجسم اوكي خلص، now the glucose level is okay. Don't keep secreting. وقف وقف، we have a feedback loop بقلولة. Stop secreting insulin. Change. نفس الشيء، أنا دارس كانسر، نفس الشيء الكانسر. كانسر هو balance between proliferation that can be healthy. يعني الخلايا بالجسم لازم تتكاثر للميت. لما يفلت الليمت شو بصير؟ We go into cancerous proliferation. ففي سيجنال بالجسم بتقول خلص stop the proliferation، وقف. هيدي السيجنال نحن كمجتمع مش عم نسمعها، مش عم نسمعها. عم يوصلنا الفيدباك بس مش عم نسمعها. لما روح أعطي توك بجامعة تجيني تلميذة عمرها 18 سنة تقول لي دكتور خالد please give me a reason to live for، معناتها we are doing something wrong. لما حدا عمره 18 سنة مش قادر يلاقي سبب يعيش عشانه في شيء غلط. لما الطلاق هالقد صار هو النورم في شيء غلط. لما الملت الإلنس هالقد تصير we are all impacted by it من دقنة وجر، معناتها في شيء غلط. The system that is alerting us please stop think. And that's where we need to عن جد focus. وهيدا بيتطبق على كل شيء. عشان هيك again الله سبحانه وتعالى بيقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وهيدا بيتطبق على كل شيء. امبارح بالافتتاحية سعادة مدير مكتب الإعلام لحكومة الشرق قال كلمة، والله كل كلمة يا الجملة كل كلمة تكتب بماء الذهب. قال بالحرف إسقاط مفاهيم على مجتمعات لم تنتجها. We have to think. يعني there is a balance between الهوية وبالانس طبعا between who we are والتسامح والانفتاح. We need to have this balance to the end. بدنا نفهم هيدي الأشياء. Again segment تاني، take a walk بأني بوك شوب بوك ستور، شوفوا الكتب كلها سيلف هيلب رولز فور لايف، هاو تو بيكم بيتر، هاو يو بيكم سترونجر، هاو يو هاو يو هاو يو. اوكي هاو دو اي هيلب اذرز، هاو دو اي ثينك اوف ماي سوسايتي، هاو تو اي بيلونج تو ماي كونتري، هاو دو اي شير ا فيجن اوف ا كونتري اند بي بارت اوف ات. We are too much into الفرد، وهيدا بده تعديل. خلص maybe الفرد كان بده empowerment. We went too far. هلا بدنا نرجع على العيلة ونرجع على society ونرجع على belonging ونرجع على القيم. Otherwise we are not listening to the feedback of the system. This system will be blocked. It implies على كل شيء applies. كان كبشرية بدنا طاقة، صرنا نحرق 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 فيول. And now we lost the balance. We should listen to the system and try to fix it back. Apply it to anything. Technology. بارح عرفوني على شغلة جوجل دوكس عاملها. And when you speak to Google Docs هلا, if you tell period, it actually puts a period. It doesn't write period. كان عندي رفيقة بالمدرسة تقول لي معلمة بالإملاء نقطة أول السطر، تجي بالامتحان كاتب نقطة أول السطر. Okay, so we need this part. Technology, we needed it. It's helping us. We're moving faster. We're connecting faster. أنا بحكي مع أمي through video calls. We need that completely. It should not step on who we are. كيف بدنا نبدع؟ كيف بدنا نحب؟ كيف بدنا نحس؟ كيف بدنا ننتج؟ كيف بدنا ننتمي؟ كيف بدنا نفكر؟ كيف بدنا نتأمل؟ هيدي اللوب it has to be always there على كل المفاهيم حتى الحب.
كاتب قصة بكتابه اسمها حب ووحدتان. تحكي عن شاب اسمه ياسر، اللي بيقرأ الكتاب بفكر انه انا ياسر، but it doesn't have to be true. اول ما يتعرف عليها ينسحر فيها، بيمشي مثل المشدوه، خلص بطل شايف شيء. كان يشوف اصحابه بوقف، يلعب رياضة بوقف، بده كل وقته اسمها رنين، هي كل وقته مع رنين. فشو بصير الوحدة الأولى؟ إنه بحس بالوحدة إذا ما كانت هي موجودة. وهيدا بتلاقي هلأ الشباب لما يحبوا دغري يبقى له wherever I am I feel lonely بدونك، والعكس صحيح أتمنى. فهيدي أول وحدة. And then when they move into هيدا النوع من ال relationship، شو بصير؟ بصير ما عنده غيرة لرنين. When things go south مع رنين، و lately they are going، بلاقي حاله خسر كل شيء ممكن يخفف عنه فكرة الوحدة التانية. الوحدة التانية اللي هي when we go in one direction full speed we lose a lot. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ سبحان الله، بيقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يصبح بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يصبح حبيبك يوما ما. فكمان عم بعلمنا البالانس. وإن ذس وورد حاليا we sort of lost it and now we need to bring it back. منجيب البالانس بكلمة، بغنية، بكتاب، بفكرة، بمنتدى، ببوليسي. بارح البوليسي وانا يعني انا بشتغل بدبي حاليا، ف كان بارح عم بقول سعادته انه البوليسي اوف 4 دايز ورك هدفها to make people spend more time with their family. And this is exactly what we need. لنرجع البالانس، لنرجع البالانس على حياتنا، ونرجع نتصالح مع مفاهيمنا، ونتصالح مع هويتنا، ونرجع نصنعها. لأنه if we don't do that, we are really in a place where eventually things might not end up the way we want them to be. فعشان هيك, I'm just closing. شكراً لحسن إصغائكم، بس بدي قلكم ألا تطغوا في الميزان. ماشي؟ Thank you.